بنتقل لكفة ما تبقى من برنامج صباح اليوم مع تريو، هن ثلاثة ولكن للأسف لأول مرة ببعدوا عن بعضهم، ولأول مرة في شخص من الفرقة ما بيقدر أنه هو يلتحق بأخواته كرمال يعملوا كونسرت اليوم. هو موجود برام الله مع كل التضييق يلي صاير، رح يكون بعيد عن وسام وعدنان. سمير جبران صباح الخير. صباح الخيرات لك ولجميع المشاهدين. تحية بداية لكم من لبنان، من كل الشعب اللبناني، على النضال وعلى الصمود وعلى كل التحديات يلي عم تقطعوا فيها بهالأزمة وهالفترة الصعبة. شكرا، هذا واجب حسي ووطني وأخلاقي لازم يتمتع فيه كل شخص، مش بس الفلسطيني، حتى اللي شعره أشقر وموجود بالسويد إذا بيدرس القضية الفلسطينية بيدرك تماما انه احنا عم ندافع عن قضية انسانية، وهذا واجب كل شخص عنده ضمير انساني. اليوم سمير قلت لي لأول مرة انا بعيد عن اخواتي، لأول مرة انا من سنين ما رح كون موجود معهم. شو شعورك بهيدا الوقت يلي انت موجود فيه بفلسطين، موجود فيه يمكن بالوقت يلي هي فعلا بحاجة لك ولكن انت بعيد عنهم؟ مضبوط تريو جبران، هاي السنة 20 سنة على تريو جبران. احنا بدينا عام 2003، يمكن قدمنا أكثر من 1800 كونسرت، وجميع أغلب كونسرتاتنا هي في الوطن الغربي، نعم في الغرب وجزء في العالم العربي. نعم هاي الفترة كثير صعبة، كان المفروض يكون عندنا اليوم المفروض عندنا كونسرت باليونان، وأنا ما بقدر أطلع من رام الله بسبب الحواجز، بسبب الاحتلال ما بقدر اسافر. ففكرنا كثير هل نلغي الكونسرت، ولكن لا، راح يعملوا الكونسرت اخوتي وسام وعدنان وباقي الفريق، ولاول مره ما راح اكون على المسرح، وما كان في سبب بحياتي اني ما اكون على المسرح غير هذا السبب. مش هذا الموضوع، الموضوع انه قررنا نعمله عشان كمان نوصل رساله، ويقدروا اخوتي يطلعوا على المسرح ويقولوا انه في جزء من حتى الاخوه حتى العائله لا تستطيع ان تلتقي لتصلح كمان في الموسيقى أو في معناها الفني، نعم، وتقدر تحكي عن قضية العالم اللي موجودين فيها اليوم. صحيح. مش سهل، مش سهل علي أكون موجود هون، ومش سهل علي كمان خايف على أخوتي. يعني اليوم كمان الهجم الشرسي من المؤسسات الغربية والحكومات الغربية علينا إحنا كفلسطينيين على تمزيق صورتنا الإنسانية، وكأنه بدنا ندافع عن نفسنا أنه إحنا إنسانيين. لا، إحنا إنسانيين وقادرين نعمل موسيقى وقادرين نطبخ وقادرين نحب وقادرين نعشق وقادرين نعشق الحياة بكل ما فيها. فواجب علينا أنه نكون موجودين كل واحد فيما يستطيع أن يقدم من عمله أو من إنتاجه. طبعا أنتم بالآخر بشر، أنتم ناس، أنتم عندكم أحاسيس، أنتم عندكم متطلبات، أنتم بتكون تعيشوا مثل كل العالم مثل ما هي عايشة بحيالة نقطة بالدنيا. فليش هالقد بيستكتروا عليكم؟ ليش هالقد بحسوا أنه وكأنه حتى النفس اللي عم تاخدوه عم بدفعوكم حقه؟ لأنه العالم ظالم. العالم مش عم بحكي على الشعوب، الشعوب يقظة، لانه الدول ظالمه، كل واحد عنده الاجنده تبعته. وجود امريكا في المنطقه، ومش اصلا كمان فقط حبا في دوله الاحتلال، كمان عندها مصالحها في المنطقه. والمصالح هاي اكبر من تطلعات الشعوب، ولكن نعم، الشعوب دوما تنتصر. هذا الايمان، وهذا الشيء اللي بخلينا قادرين انه نبقى موجودين، والا بصير كمان لصوت الموسيقى ولصوت الفن لا معنى في صبغه الدم اللي احنا موجودين فيها الان. سمير، انا بعرف انه حضرتك عايشت محمود درويش وكنت كثير قريب منه، ومعروف قد ايه محمود هو ثائر، هو يعني ما قبل يرضخ لولا شيء صار بشعره بكل شيء عمله بحياته الفنيه، كان هو رمز لفلسطين، رمز للفلسطينيين. اليوم كيف ما بتبرم بالعالم بيقولوا اسمه، اليوم شو تعلمت من محمود درويش؟ يعني شو اللي باقي؟ شو القصص يلي هي بتعطي هيدا الدفع والحماس لألك منه هو، أخذته منه هو؟ أول شيء أنه نشوف العدو مش شبح. العدو
في مشكلة عندنا احنا كمان في العالم العربي، انه كأنه العدو هو شبح وما بنقدر نقرب عليه، كأنه في رهبة، في خوف، كأنه نعم. لا، هو انسان ولكن انسان شرير، يعني انسان عم بيقتلنا، فلازم نتعامل معه كبشر بعيد عن كل معادلة الإنسانية، بعيد عن فهم القضية الفلسطينية وحلها. يعني اليوم عم نشوف الصراع وكأنه هي حرب، مين بقتل أكثر؟ لا، يعني أكيد دولة الاحتلال فيها تنزل قنبلة تخلص على كل الشعب الفلسطيني، يعني ببساطة هي أقوى سلاحا وفتكا و و و و نعم. ولكن مش قادرين يستوعبوا إنه شو السبب. يعني السبب احنا تحت الاحتلال، احنا موجودين من عام 48 تحت الاحتلال، مش قادرين يركبوا في راسهم معادلة انه هذا هو الحل. الحل انه اصحى كل يوم الصبح اشرب فنجان القهوة من غير ما يرجف في البيت، اروح اشوف اهلي اللي موجودين الان في الشمال، اقدر اجيبهم على الضفة وين انا موجود في رام الله، او اطلع عندهم. الحل انه زوجتي تقدر تطلع على تزور القدس، زوجتي معها باسبور أمريكي مواليد القدس ولا تستطيع أن تزور القدس. السيد بايدن أجا زار القدس، يعني وهذا مش جديد، مش عشان الآن، يعني مش عشان الوضع لا، هذا نعم. من يوم ما تزوجتها، يعني مش عشان الوضع الحالي. فهذا ظلم كتير كبير. محمود درويش هو الاسم الآخر لفلسطين أنا بالنسبة لي. ويمكن في جملة جميلة جدا هلا عم تخطر في بالي يعني قبل اللقاء، من قصيدة كتبها اللي هي مديح الظل العالي، اللي ختم القصيدة فيها بقول: ما أوسع الثورة، ما أضيق الرحلة، ما أكبر الفكرة، ما أصغر الدولة. الفكرة فلسطين، الفكرة اللي عم بيقتلوها منا. الدولة كتير صغيرة ومش مفهونة فقط في الدولة جغرافيا. نعم. أهم إشي عم ندافع عنه الآن في هاي المرحلة هي عدم قتل فكرة فلسطين، لأنه أي طفل راح تضلها في راسه فكرة فلسطين، وهذا اللي راح نحاول نعمله. أن نقاوم الآن هو أن نبقى أحياء. نعم. وضعنا بفلسطين، أنا العنوان اللي من 12 يوم في راسي، أنه إحنا هنا في رام الله أنا حاسس أنا لا حي ولا ميت، وهذا أسوأ شعور. فعلا رح نتابع أنا وياك هيدا الفيديو ونرجع. خبرني عن يلي سمعناه سوا. أدمى ويدمى علي، هذا مقطع من قصيدة لاعب النرد اللي قرأها محمود درويش قبل رحيله بشهر في مدينة رام الله، وكنا احنا موجودين معه. تحكي عن حياته، اسمها لاعب النرد، انه كان ممكن يتوفى بطيارة لو ما سقطتش، كان ممكن و و و وفي نصف القصيدة بيستعمل لأول مرة أركض وأنهض وأصرخ وأظل وأشد بطريقة تقطع الأنفاس، وقبلها بيقول: صوفية كلماتي ومعاني. لما توفى درويش حطناها على هذا اللحن. نعم. مقطوعة مسار ريو جبران. بظن بتوصف الوضع، معبرة جدا. أكم من طفل الآن، أكم من امرأة، أكم من ست عم بيركض من القصف. صح. أخف وأطير وأركض وأنهض وأصرخ أدمى ويدمى علي. صح. ريح مش عارفين إجريهم وين رح تاخذهم، مش عارفين شو رح يكون مصيرهم، مش عارفين شو رح تكون النهاية. مع الأسف. نعم. اليوم نعم. اليوم سمير، إذا بدك تحط عنوان عريض لكل ما يحصل في غزة، وأنا بعرف أنه الوضع برام الله مش أحسن بكتير، ولكن اليوم إذا بدك توصف بعنوان ما يحصل في غزة، شو بتقول؟ شو بتسمى؟
درويش كان يقول هيروشيما العرب. امبارح شفت صورة جميلة جدا. شو جميلة يعني؟ جميلة جميلة بمفهوم الساخر. لسيدة فلسطينية حاملة الشهيد ابنها وشكلها هيك زي مريم المجدلية. اليوم القصف في غزة يطال كل شيء. صحيح. يطال الإنسان، يطال المؤسسات الدينية، إن كانت المساجد وإن كانت الكنائس. فكتبت هيروشيما العرب المجدلية تناديكم. إحنا بحاجة للخلاص. صحيح. صحيح. أظن ها عنوان المرحلة هو الخلاص. هذه المرحلة مش جولة صغيرة للأسف. بنتي بتسألني بتقول لي بابا أنت كنت تعلمني عن حرب 48 والنكبة والتهجير ونحن عايشين فيه، ومش قادر أجاوبها، مش قادر أقولها سننتصر وكيف رح يكون وجه الانتصار. عم بعيشوا التاريخ أكبر مما شهدنا بعام 48 وأوجع، لأن عم نشوفه أمامنا كأنها قصص ال 48 والتهجير كانت بس مكتوبة أو القليل منها المرئي. اليوم عم نشوف وعم نفقد إنسانيتنا. صارت الشهداء أرقام مع الأسف. كل للأسف كل ما بيزيد عدد الشهداء والمشاهد القاسية منصير أكثر حيوانية بداخلنا، وكأنه في شيء في شيء أكبر، وما بدنا نعيش بهاي الطريقة. يمكن خليني أقول بركي هيدي الطريق للخلاص، هيدي الطريق للنصر، هيدي الطريق لترجع تشرق الشمس على فلسطين، لترجعوا تقدروا أنتوا تعيشوا براحة، تعيشوا بسلام، تعيشوا بحب، تعيشوا بفرح. سمير جبران، تحياتي الكبيرة لك، لكل عائلتك الموجودة برام الله. كل اللي بقدر لكم إياه أنه انتبهوا على حالكم، الله يكون معكم والله يحميكم. صلواتنا ودعائنا لكم جميعا، وأكيد أكيد تحية لأخواتك وسام وعدنان يلي هن مصرين أنهم يوصلوا الرسالة، مصرين أنه يخلوا هالموسيقى الفلسطينية تصبح بكل أنحاء العالم، وإن شاء الله أنت بتلتقي فيهم قريبا، وربنا بيخفف المآسي والحزن عن فلسطين الحبيبة. شكرا كتير لألك سمير، شكرا كتير لأطلالتك معي من رام الله. أهلا وسهلا. شكرا لألك والرحمة لجميع الشهداء يا رب. الرحمة لهم. شكرا لألك.